السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. مشروع الموازنة اللي لاقى عدة عراقيل منذ يوم تقديمه إلى مجلس النواب عاش دورة حياة عصيبة بين الإخفاق والتعديل والخلافات على بنودها، لكن بعد ما رأت النور في المبنى التشريعي لممثلي الشعب ازدادت حدة العراقيل لتدخل في متاهات أعمق من ذي قبل. لكن يرى المراقبون أنه مخاض أخير لولادة موازنة ثلاثية، يرى الشعب بعدها التنفيذ الحقيقي للمشاريع المرتقبة والمتوقفة على إنهاء الموازنة. الخلافات مستمرة، تدارك الوقت أمر ضروري، لا بد أن يعي الفرقاء أن التمرير بتصويت الأغلبية ينهي مرحلة التعنت والتشبث بعدم الإنصاف لمكونات البلد. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن بوصلة اتجاهه نحو جراح عراقية لا تزال عصية على الاندمال رغم مرور 9 سنوات على هذه الجريمة اللي أحدثت ثقبا في خاصرة الإنسانية. وباعتبار أن ندب الأمهات ما زال يعلو، فإن الوقت مبكر على النسيان بالتأكيد. حينها خالفت دجلة قانونها الطبيعي وأصابها الظمأ وأبت أن تسلم الجثامين، فضمتهم بين أحضانها وأسكنت روعتهم. لم ينجو أحد منهم، حتى من رجع لمسكنه بقي أسيرا لتلك اللحظات. هم الجنوبيون يعرجون بغزارة. هذه الملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها ضمن حصادنا لهذه الليلة ونناقشها مع ضيوفنا الكرام. تتفضل البقاء ويانهم متابعتنا. مشاهدي، نتحدث بالملف الأول على الإنجاز اللي حققته الحكومة الحالية بإرسال الموازنة للبيت التشريعي خلال أيام معدودة، ينسفه التوقف أمام بنود وفقرات خلافية عند الحزب الديمقراطي اللي سبق أيضا رفضه على تعديلات فقراتها، والتأجيلات مستمرة لوضع العصا في عجلة مسير الموازنة. نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل نهى الشمري. بالتتابع، مواد الموازنة العامة تدخل حيز التصويت داخل قبة البرلمان. لثلاثة أيام متتالية مجلس النواب يشرع بقراءة قانون الموازنة الثلاثية بتأجيلات مترادفة واجتماعات زاحمت التصويت للمناقشة في النقاط الخلافية والمواد المعدلة. اجتماعات سعت إلى رأب الصدع بين الأحزاب الكردية المختلفة على فقرات الموازنة وتقارب وجهات النظر للإسراع بإنهاء التصويت عليها. لكن إلى هذه اللحظة ما تزال الموازنة تدور في مبنى البيت التشريعي بتصويت جزئي لمواد لم تتعدى النصف من مجمل موادها، لتخضع فقراتها إلى دراسة معمقة بين الفرقاء السياسيين. فاستمرار ضبابية موقف التصويت ما زال قائما، خصوصا بعد التأجيلات التي طرأت على هذه الجلسة. أما الخبراء تتراوح آراءهم بين التمرير هذه الليلة أو التأجيل أيضا. لكن ما هو معلوم أن الموازنة تسير بخطى بطيئة تجاه تمريرها بشكل كامل، فيرى المراقبون أن هذا التأخير يجب أن يحسم، خصوصا وأن الكثير من المشاريع ستنطلق بعد الانتهاء من ملف تصويت الموازنة، فتدارك الوقت يلقي بظلاله الإيجابية على المشهد السياسي برمته. نهى الشمري، الأيام. أرحب بهذا الملف بضيفي الكريمين أستاذ عمر الناصر السياسي المستقل، أهلا بك أستاذ عمر، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي. حياكم الله ضيوفا الكرام. رغم الاعتراضات حول نقاط عديدة ومركزية في جسد الموازنة العامة، أسأل حضرتك أستاذ عمر عن الحوارات السياسية اللي أكسبت هذه الخطوة ديمومة البقاء داخل قبة البرلمان ورفض محاولات كسر النصاب. تحية مسائية لجنابك الكريم أستاذ أحمد ولضيفك الكريم في الاتجاه الآخر. حياك عفوا. حيك أستاذ عمر. يعني أعتقد أنه اليوم يوجد هنالك تماهي ما بين العلاقة في العلاقة ما بين المركز والإقليم، وهذا هو السبب الأساسي في عدم وضوح الخطى التي تخطيها الكتل السياسية، وشكل العلاقة ما بين بغداد وأربيل هي السبب الأساسي في عدم وجود قرار سياسي نوعي تذهب إليه الكتل السياسية لاتخاذه عند اشتداد الأزمات. هذا
ما أراه أمامي اليوم، وأعتقد بأننا بحاجة إلى إعادة لتنظيم شكل العلاقة، على اعتبار أن هذه المرحلة بالتحديد وهي مرحلة إقرار الموازنة هي من أخطر المراحل التي سوف تواجه الكتل السياسية، لأنها هي بمثابة أما أفول وانكفاء أو بمثابة وثبة نوعية واقتصادية، سوف تكون بمثابة الصاعق السياسي الذي تدفع بهم إلى الأمام للانتقال إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الإعمار والبناء، ومرحلة حقيقية لأبعاد استراتيجية مستدامة للتنمية والمشاريع التنموية التي قد رسمتها الحكومة. أعتقد بأن الحكومة الحالية أيضا هي لا تتحمل المشاكل، تبعات المشاكل المتجذرة ما بين بغداد وأربيل منذ التغيير عام 2003 ولحد هذه اللحظة. السيد السوداني اليوم لديه جدية في وإصرار بالذهاب بتفعيل البرامج التنموية والمتلكئة التي هي لم تحققها بعض الحكومات السابقة، وأعتقد بأنها هي مرحلة مفصلية بتاريخ العراق الحديث، وما تطرقت إليه في جنابكم قبل قليل يلامس واقع المواطن، ونحن بأمس الحاجة إلى أن تكون لدينا حلول جذرية قبل أن نذهب إلى الحلول الاضطرارية والتي مجبرين أن نذهب إليها. السبب في هذا في كل هذا التشظي الذي نراه أمامنا هو هنالك اختلاف ما بين الخلافات التي حدثت قبل عام 2015 وبعد عام 2015، وهو بسبب تشظي القرار السياسي الكردي. في السابق كان هنالك انسجام حقيقي ما بين الحزبين الكرديين في موضوع ذهابهم برؤية واحدة إلى بغداد عند اشتداد الأزمات، ويكون تحالفهم اضطراري. أما اليوم بعد أن تشظى البيت الكردي للأسف الشديد، وأصبح هنالك نوع من عدم الانسجام، فتجد أن الموازنة هذه اليوم أصبحت في منعطف خطير، وأعتقد بأننا بأمس الحاجة لأن نذهب باتجاه تحريك الفاعل السياسي النوعي من أجل أن نمرر هذه الفترة، ونذهب بموازنة لثلاث سنوات حتى لا يكون هنالك سخط جماهيري واسع في الشارع. أستاذ رشيد وجد، ترحب بحضرتك. نتحدث عن أن كل الفقرات والمواد الخلافية بطبيعتها كانت تخضع لمناقشات، اجتماعات مستفيضة بين الكتل داخل أروقات مجلس النواب، حتى بعيدا عن قبة التشريع وقاعة التصويت. هل هو تفهم حقيقي لتجنب الصدام، الذهاب والمثول إلى لغة الحوار؟ طيب لما كانت لغة حوار وتجنب الصدام، هذه المعرقلات داخل قبة البرلمان ولا زالت بعض المواد لم تقرأ لغاية هذه اللحظة؟ شكرا أستاذ أحمد، تحياتي جنابك الكريم والأستاذ عمر والكادر والمشاهدين الكرام، حياكم الله. بالتأكيد الموازنة عامل مهم من عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل بلد، وخصوصا العراق الذي يعاني وعانى ما عاناه من عدم الاستقرار. الموازنة حسب القانون، حسب الدستور، يجب أن تقر يعني وتقدم خلال شهر التاسع من كل سنة، ويتم العمل بها بداية كل سنة. لكنه للأسف احنا نشوف أن هنالك دائما خلافات ودائما تأخير في إقرار الموازنة، وهذا سبب يعني حقيقة إلى يعني أريد أقول بالنسبة إلى أخوتنا السياسيين وأعزائنا السياسيين، المفروض تتم مناقشة كل هذه الأمور قبل واحد واحد، وأن يجي واحد واحد والموازنة تقر وتمشي الأمور التنموية. حقيقة التأخير الموازنة أكو عوامل، العامل الأول هو الخلاف ما بين الإقليم من جهة والمركز، والعامل الثاني الذي ظهر مؤخرا هو الخلاف ما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد وحزب الاتحاد، وأيضا دخل على الخط حزب الجيل الجديد. أكو خلافات كبيرة جدا وقد لا يمكن تسويتها في وقت قصير، وهذه ألقت بظلالها على الموازنة، وكان على الحكومة المركزية أن تمسك الأمور وتمسك زمام الأمور وتفرض هيبتها وهيمنتها وقرارها على الواقع اللي دا نعيشه. يعني الدستور يقول الموارد هي ملك لكل مواطن، كل مواطن
من حقه أن يتمتع بهذه المواطنة من شمال العراق إلى جنوبه. ما ممكن أنه أبو البصرة يحتكر الموارد أو أبو أربيل يحتكر الموارد، وهذا حقيقة للأسف هو ما كان. يعني الإقليم أخذ يصدر النفط وما يسلم المبالغ إلى المركز بالوقت اللي يجب، وقرار المحكمة الاتحادية يجب الالتزام به أنه يسلم الإقليم كل ما لديه من أموال ومن صادرات ومن موارد من الموانئ الجوية والبرية والرسوم والضرائب، يسلمها إلى المركز ومن ثم يأخذ حصته كاملة المقررة وهي 12.67%. لكنه للأسف مثل ما تفضل زميلي الأستاذ عمر، سابقا كان الأحزاب الكردية الإثنية الرئيسية تأتي إلى بغداد بحقيبة واحدة وبيد واحدة وبفكر واحد ورأي واحد، وكانوا يفرضون شروطهم. الآن المسألة تغيرت سيد أحمد، الأحزاب الكردية شظت يعني حزب الديمقراطي والاتحاد والجيل الجديد، كل حزب من هؤلاء إلى رأي معين. حقيقة الآن أعتقد اللحظات الأخيرة لتسوية هذه الخلافات وقبول هذه الأحزاب مجتمعة بأن يكون تصدير النفط عبر سمو، هذا عامل أساس الفقرة المادة 13 و14، وفتح حساب اللي كان على اختلاف. الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يؤيد ولا يريد فتح حساب كميات النفط المصدرة للإقليم بالبنك المركزي، ولكن هذا لا يجوز. يريد فتح حساب خارج العراق بمصرف خارج المصرف المركزي، وهذا لا يجوز. إذن تم الاتفاق على أن تكون هذه الموارد المتأتية من تصدير النفط وتفتح في حساب البنك المركزي العراقي، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا، حصة العراق النفطية من التصدير لقدرها 3.5 ملايين سيتم تصديرها عبر سوما مباشرة، ومن ثم يأخذ الإقليم حصته. إضافة إلى هذه الحصة هنالك أيضا فيما يخص الحصة التموينية، فيما يخص المخصصات الأخرى اللي يحتاجها الإقليم أيضا مقرر. كذلك أيضا أكو خلافات أخرى فيما يخص حصة الأقاليم وخصوصا البصرة والمحافظات الجنوبية اللي ازدادت من 2.5 تريليون وأصبح 6 تريليون، أيضا هذا في التطور ممتاز إيجابي. نتمنى على أخوتنا السياسيين أن ينظرون يعني بحقيقة إلى الواقع المزري اللي تعيش المحافظات الوسط والجنوب، هذا جانب. أكو جانب آخر أستاذ أحمد أطلع عليك وعلى أخوان المشاهدين، مسألة العجز. أحب أن أنوه إلى أن العجز يعني في حدود 30%، وهذا حقيقة يعني مشكلة المشاكل بحدود 60 تريليون من أصل 200، هذه مشكلة. صندوق النقد الدولي أصدر تقرير حقيقة بيّن به أنه هنالك ألخص لك 40 تريليون أو 40 مليار هو قدرها، هذه كلها يمكن تلافيها من خلال الصرف الزائد على الموظفين، يعني 20 مليار دولار تصرف على 100,000 موظف، 20 مليار دولار تصرف على 150,000 موظف. من جملة الموظفين من يتقاضى راتب واحد راتبين إلى 9 رواتب، يعني قسم منه الموظفين يأخذ 9 رواتب. إضافة إلى هذا أكو كثير من الهيئات التي تأخذ أيضا مخصصات ورواتب، إفادات، آليات، مخصصات الرئاسات الثلاثة. صندوق النقد الدولي يشير في تقريره أن الموظفين والمتقاعدين لا يستلمون من الموازنة سوى 20 تريليون. طيب 20 مليار إسعاف كبير. نعم. هذه 40 تريليون لا يجب أن تسدب ويجب أن تخرج من العجز. صندوق النقد الدولي يقول ماكو عجز بالعراق، هذه المبالغ اللي تروح هذه أبواب الصرف مالتها، ويجب أن تنهى هذه الأبواب. مشاكل شائكة في هذه الموازنة، هل أن هذا الموضوع هو ما دفع أعضاء البرلمان بأن لا يشكلوا نصاب قانوني لجلسة اليوم أستاذ عمر؟ طيب شنو هي المواد اللي تمنع من دخول الأعضاء لتحقيق هذا النصاب؟ يعني بصراحة شديدة المساومات السياسية والاتفاقات والجلوس باجتماعات منفردة في اللحظات الأخيرة هي من تحدد دخول السادة النواب إلى قبة البرلمان من عدمه. للأسف أقول المتغيرات اللحظية عودتنا منذ التغيير عام 2003 إلى أن تكون هنالك مفاجآت في اللحظات الأخيرة، فتجد بأن الشارع والإعلام يذهب باتجاه أن يكون هنالك إعلان لجلسة مجلس النواب وسوف تتخذ القرار وسوف تمرر الموازنة سواء أو غير الموازنة أو قرارات أخرى تخص
الخدمات وإلى آخره أو المشاريع، لكنها عندما تصل إلى التنفيذ ويصل القائمون على هذا المفصل لاتخاذ قرار حقيقي تجد كل شيء يبدأ يتلاشى. هنالك أسرار لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، توجد هنالك بعض الأمور التي هي ما زالت عالقة ما بين الكتل السياسية وما بين بغداد وأربيل. أما بالنسبة للموازنة فهنالك، فسوف أذهب إلى اتجاه آخر، هل يشعر صناع القرار بأن النفط هو من يحدد إن كانت هذه الموازنة سوف تستمر أم لا؟ هل يعلم السياسيين بأن ما بأن تعظيم إيرادات الدولة هو من أهم الأمور التي ينبغي الالتفات إليها بدلا من المناكفات السياسية وبدلا من أن تكون هنالك مصالح جهوية وفئوية وشخصية ربما سوف هي من تحدد قوة العلاقة ما بين الكتل السياسية وما بين بغداد وأربيل؟ أنا أعتقد بأن فقدان الثقة ما بين المركز والإقليم هو من أهم الأمور التي ألقت بظلالها السلبية على أرض الواقع، وجاءت بهذا التأخير الذي نراه أمامنا، قد عصف بالخدمات وعصف بالمشاريع المتلكئة بأي شكل من الأشكال. ولكن لننظر إلى الجانب الآخر، في الأسبوع المنصرم كان هنالك الملتقى الإماراتي العراقي في بغداد، واستعرضت الإمارات الموازنة التي لديها في عام 2022، فوجدنا بأن 76% من هذه الموازنة كانت من الإيرادات الغير النفطية. تخيل يا رعاك الله، ماذا لو فعل العراق الصناعة والزراعة وبقية الموارد الأخرى من خلال أو قطاع النقل الذي لم يتأثر، هو القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بأي شكل من الأشكال بأزمة كورونا بعد أن عصفت هذه الأزمة بكل دول العالم. المفصل الوحيد الذي ذهب بهذا الاتجاه وكان هنالك ديمومة له. والموضوع الآخر الذي يؤدي أيضا إلى تعظيم موارد الدولة من أجل أن لا يؤثر على الميزانية بل يزيد من الدخل القومي، هو ما ذهبت إليه هيئة الجمارك والضرائب من خلال تنظيم ضوابط للعمل، عمل العبور والترانزيت، وذهبت أولى هذه الاتفاقيات من خلال لبنان وسوريا والعراق ومن ثم العربية السعودية، وبالطريق وفي الأيام المقبلة سوف يكون هنالك تنظيم للعبور والترانزيت ما بين العربية السعودية وإيران من خلال العراق. إذن الموضوع يسحبنا إلى مواطن كثيرة، أهمها اليوم علينا أن لا نأخذ فقط النفط هو من يحدد الموازنة، لأن النفط في زوال، وبرميل نفط مقابل برميل ماء الذي ذهبت تركيا باتجاه أن يكون مثل هذا المفهوم، وبدأنا نلمس هذا الموضوع يتأثر به نهر دجلة والفرات الذي ربما في الأيام المقبلة سوف يتحولان إلى برك للمياه الآزنة. طيب. هذا هو التفكير الذي على السياسيين أن يذهبوا إليه قبل فوات الأوان. أستاذ رشيد، في الوقت الذي يذهب إليه الأستاذ الناصر بأن تعظيم إيرادات الدولة يجب أن يكون عبر مسارات، ونتحدث عن المواطن الكردستاني في هذا الوقت الحساس، يعني هناك إصرار سياسي في الإقليم على إعادة فقرة الادخار الإجباري، إذا ما عيدت هذه الفقرة فهل ستزيد الفقر فقرا؟ أريد تسمح لي بس أعقب على كلام أستاذ الناصر أستاذ عمر، يعني حقيقة طرح جيد جدا، طرح يعني بتعظيم الموارد، بس حتى أوضح أكثر، كان لي الشرف بالمشاركة في اللقاء العراقي الإماراتي والمشاركة في الاجتماعات والمداولات. خلي يسمع المشاهد وخلي يسمع أخواني المسؤولين جنابكم الكريم، الإيرادات غير النفطية للإمارات لسنة 2022 599 مليار دولار، أعيد 599 مليار دولار إيرادات غير النفطية للإمارات بنمو 17% عن سنة 21. هاي الموازنة مال 22 إيراداتها 599 مليار دولار بنسبة نمو 17% عن 2021. كان حصة العراق من هذه الاستيرادات 23 مليار دولار. يعني الإمارات
قد لا تمتلك كل مقومات العمل والإنتاج التي يمتلكها العراق، نهرين، جبال، سهول، صحاري، بيئات مختلفة، كوادر، نخب، علماء، أيادي بشرية، كل مقومات الإنتاج أستاذ أحمد والجمهور يسمع الكريم متوفرة في العراق، لكنه نحتاج إلى عنصر مهم جدا في الإنتاج وفي العملية الاقتصادية هي الإدارة. عوامل الإنتاج عندنا هي الإدارة ورأس المال والعمل والتنظيم. هاي النظرية الاقتصادية تقول، تعلمناها بالكليات، أربع عوامل لنجاح الإنتاج، وأيضا هي أربع عوامل لنجاح إدارة البلد. فعلا إدارة غير كفوءة سادت بالعراق، ونتأمل خيرا في البرنامج الحكومي اللي طرحه السيد السوداني، مثل ما نشوف ونلاحظ ونستقرأ ونتابع أنه السيد السوداني يسير بخطوات واثقة، وبالتأكيد كان دور الكتل السياسية في مساندته ومعارضته. نتمنى أن تستمر هذه المساندة للسيد السوداني في المضي ببرنامج الحكومي اللي تقدم به. هذا جانب. نرجع على سؤالك اللي تفضلت فيما يخص 10%. 10% هذه حقيقة تم العمل بها سنة 2014 حينما غزا داعش الأراضي العراقية في الموصل وفي أجزاء كثيرة، فاضطرت الحكومة الإقليم آنذاك أن يستقطع نما نسبة 10% من موظفي الإقليم، ويعتبرها ادخار إجباري. الآن الوضع والسبب اللي ألجأ حكومة الإقليم إلى هذا الإجراء قد انتهى، فالأحزاب الكردية الأخرى الطالب الآن بأن يتم صرف هذه المبالغ، ونعم حصلت الموافقة في أن تعاد هذه المبالغ، أجبرت يعني أجبر الإقليم بموجب اتفاقات والضغوط اللي تعرض لها بقية الأحزاب أنه يجب إعادة هذه المدخرات إلى الموظفين. فيما إذا أعيدت أستاذ أحمد سيكون بالتأكيد هنالك نوع من الرفاه الاقتصادي للمواطن، وتبقى المشاكل عالقة مثل ما استقرنا ونقرأ ونتابع الأحداث أن هنالك مشاكل ما بين أربيل وما بين السليمانية، وقد طرحت هذه المشاكل على الموازنة في مجلس النواب، وطلب حزب الاتحاد وحزب الجيل الجديد بأن تكون حصة السليمانية مضمونة من قبل بغداد التي تتقاضها أو تستلمها من أربيل. أكو خلاف، أكو مثل ما نقول انعدام الثقة ما بين السليمانية حزب الاتحاد وما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهذا حقيقة ما بينوه الأخوة السادة أعضاء مجلس النواب الأكراد على شاشات التلفاز يعني اليوم، ولاحظنا وسمعنا، ونتمنى أن تزول هذه الخلافات وأن يكون هنالك إقليم متماسك، لأنه تماسك الإقليم يخدم العراق الواحد، وأن يكون عراق متماسك أيضا حتى يكون إلى قوة أمام الدول. المشكلة هذه الخلافات بدأت واضحة داخل القبة التشريعية. نعم، يعني هناك بعض التعديلات، يعني اليوم نعم. الأستاذ أوميد والأستاذ حزب الاتحاد وحزب الجيل الجديد يعني أيضا بينوا يعني الخلافات ما بين حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد، وأيضا من جهة حزب الجيل الجديد يعني، وبالتالي لكل هذه الأحزاب الكردستانية تمثيل برلماني في نعم. هم الآن يعني الأخوة النواب العراقي الممثلين الأكراد أستاذ رشيد اللي طرحوا. نعم، خلينا أنتقل إلى أستاذ عمر. أستاذ عمر، يعني أكو بعض التعديلات اللي إجت من قبل مجلس النواب في نفس الوقت اللي أكدت الحكومة أنه راح تطعن بهذه التعديلات إذا ما تم إقرارها بعد تجاوز المساحة السياسية. هل الموازنة على موعد مع جولة ثانية من الذهاب إلى طعونات في هذه الموازنة، ومن ثم يطول أمد إقرارها أو العمل بها؟ ربما يكون مثل هذا الموضوع هو فقط من باب سياسة التلويح بالعصا الغليظ، أي بما معنى أنه إذا أقرت الموازنة فلن تصمت الكتل أو الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمريرها، وإنما سوف يلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويطعن بمثل هذا الموضوع. ونحن تعودنا منذ البداية بأنه يكون دائما لجوء الى فقرات الدستور من قبل الاخوه الكرد،
لأن الدستور جاء مناسبا لمقاسات الكتل الفردية بشكل مناسب بصراحة. أما بما يتعلق بموضوع ما تطرق إليه الزميل الكريم الأستاذ رشيد المحترم بموضوع الاتحاد الوطني، المفارقة الغريبة إن هذه المرة الأولى الذي يلتجئ فيها الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أخذ ضمانات من أو إلى الذهاب إلى بغداد من أجل أن تكون له ضمانات، نعم، بدلا من أن يذهب إلى الاتحاد الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الاستراتيجي الذي نراه أمامنا منذ عام 1991 ولحد الانتخابات الأخيرة. إذن لا يوجد هنالك في لغة الفقه السياسي تحالفات استراتيجية، توجد هنالك فقط تحالفات ديناميكية مبنية على المصالح المشتركة. لكن بكل الأحوال أعتقد بأن الموازنة سوف تقر بأي شكل من الأشكال، ولكنها سوف تبقى هنالك بعض البنود التي ربما سوف ترحل إلى مرحلة مقبلة، ولكنها سوف تكون أخطر مما نراه أمامنا هذا اليوم، لأنها سياسة ترحيل الأزمات وليس حلها بصورة جذرية. ماذا عن فرض الضرائب أستاذ رشيد؟ يعني لما تكون هنالك ضرائب تفرض على المشتقات النفطية، على كارتات الموبايل، على المسافرين خارج العراق، هذه أيضا يعني الحكومة عادة مخالفة لبرنامجها اللي وعد بأنه راح تكون حكومة خدمات. حقيقة فيما يخص الضريبة على البطاقات الهاتف أسقطت. فيما يخص فالتوضيح هذا مهم جدا، سؤال كلش مهم حقيقة، يعني فيما يخص فرض الضريبة على المشتقات النفطية لا يقصد به على الغاز والبنزين الذي يستخدمه المواطن ومن خلال محطات التعبئة، وإنما الكميات التي تجهز إلى الشركات للتصفية هذه يفرض عليها، كان سابقا لها أرباح ولا حوافز، الآن فرضوا عليها ضريبة بهذه النسبة على الغاز والبنزين على الشركات المنتجة وليست على محطات التعبئة. هذا فد لبس حتى يزال، يعني ما حيتأثر به المواطن، وإنما حقيقة حتأثر به الشركات المنتجة، واللي لاحظنا أكو بعض الشركات الجنوبية بعض المنتسبين نظموا تظاهرات رافضين لهذا المبدأ لأنه حتقلل حوافزهم. هذا جانب. نعم. الجانب الآخر حقيقة هي مشكلة أيضا مال المسافرين 25 دينار، أيضا هنالك التلويح بالطعن من قبل الحكومة لأنها لا تتفق مع توجهات البرنامج الحكومي اللي يقدم به السيد السوداني. وأحب أن أنوه لك يعني. نعم. وأتمنى على أخوتنا المسؤولين يعني السادة المسؤولين أن ينتبهون إلى هذا التقرير. خل أقرأ لك بقية الفقرات. قلنا 20 مليار بعشرين مليار، وعشرين مليار لا يستفاد منها المتقاعدين والموظفين، وهذه نسبة. كذلك أكو هدر كبير في الموازنة التشغيلية، العراق يحتاج إلى ربع الأموال المقرر في الموازنة التشغيلية مع الحفاظ على عدد من جوانب الصرف. أيضا هنالك أموال تأتي من الضرائب والرسوم والجمارك ورسوم العقارات والجبايات المالية على مختلف أوجهها. أين تذهب هذه؟ هنالك هدر كبير جدا في هذه الأموال، فيما إذا رشقت الحكومة والسادة المسؤولين الجهة المالية هذه الأمور واستفادت من تقرير صندوق النقد الدولي، آنذاك سيلمس المواطن نتائج البرنامج الحكومي. نعم. لكن إذا بقى هذا الهدر بالتأكيد سيؤثر على البرنامج الحكومي ولا تكون هنالك نتائج إيجابية فعالة من هذا الجانب. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ رشيد السعدي الخبير الاقتصادي في الحوار في هذا الملف، وشكرا موفور لحضرتك أستاذ عمر الناصر السياسي المستقل. ضيوفا كرام، نتحول إلى الملف الآخر مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وفي هذا الملف أرحب بضيفي الكريم الحاج أبو علي الكوفي القيادي في الحشد الشعبي. أهلا بك حاج أبو علي. بحسب لجنة تخليد مجزرة سبايكر هنالك أكثر من 400 مذكرة قبض بحق متهمين في الضلوع في تنفيذ هذه المجزرة، لكن فارين وجه العدالة، كيف سيتم تحقيق العدالة في هذه الحالة؟ أولا تحية لكم ولمتابعيكم الأعزاء، وشكرا لكم على اهتمامكم بهذا الملف، ملف المظلومين شهدان الأبرار، هؤلاء الطلاب الذين اغتالتهم يد الغدر ويد الإرهاب. الحقيقة ملف الأخوة الشهداء في مجزرة سبايكر ملف شائك وأطراف متعددين. صحيح أن نفر ضال من أزلام النظام ومن أتباع عائلة صدام المجرم المقبور هم الذين قاموا بهذا العمل الإجرامي، ولكنهم لم يكونوا وحيدين، بل هنالك أطراف عديدة ساهمت معهم ودعمتهم وشجعتهم وأمدتهم بما مكنهم من القيام بهذا العمل الإجرامي. القضاء حقيقة في العراقي مشهود له ومعروف بنزاهته وبقدرته على تتبع المجرمين، قواتنا الأمنية البطلة الكثيرين ألقي القبض عليهم ونالوا جزائهم. بالتأكيد نحتاج إلى وقت ونحتاج إلى همة ونحتاج إلى متابعة لهذا الملف حتى تقر أعين أهلهم. حقيقة ظلامة كبيرة تعرضوا لها عوائلهم، وكذلك نفس الشهداء ظلامة كبيرة بهذا العمل الإجرامي، ولكنني على يقين أن القاتل يجب أن يعرف ويشخص، وإن طال الأمد وإن كثرت الأيام، ولكن النتيجة واحدة هي أن إن شاء الله تتحقق العدالة وينصف هؤلاء الشهداء وعوائلهم. طيب لماذا لغاية الآن لا توجد أرقام دقيقة لعدد شهداء سبايكر؟ الثابت لا يقل عن 2000، لكن يعني عدد محدد بالدقة المتناهية لا يوجد. ظروف صعبة حقيقة احنا عشناها وانتم عشتوها اعلاميين، يعني ظروف صعبة ما كان فيها احصاء ولا كان فيها ضبط للاعداد ولا كان فيها تحري دقيق للموجود. وتعرف انت ساحة حرب مفتوحة من بعد سقوط نينوى، هذا السقوط المدوي، من نينوى الى تخوم بغداد اضحت كلها ساحة حرب، فمنهم من قتل في طريقه إلى سبايكر، ومنهم قتل بعد دخوله إلى سبايكر، ومنهم من خرج من سبايكر ويعني فر بنفسه إلى اتجاهات مختلفة. أكيد هذا كله كان مؤثرات على العدد النهائي للشهداء، ولكن المفروغ منه والحقيقة الثابت أنهم كلهم شهداء وكلهم أبرار وكلهم حقيقة ظلموا، ولكن دماهم إن شاء الله ما تذهب سدى، ونبقى إحنا وكل الأحرار في العراق وفي كل المنطقة نتابع مسيرة أن ينال المجرمين يعني المتابعة جزاهم. حاج راح تكون يعني عبر لجنة تخريد مجزرة سبايكر، وتكون هي المعنية بالدرج الأساس. أيضا هنالك جهود مشتركة بين القضاء العراقي وأيضا القضاء الدولي لتدعيم جبهة القصاص من الجنات، كيف يتم التنسيق بين كل هذه الجهات المعنية بهذا الملف؟ حسب علمي مذكرات قبض صدرت بحق المجرمين المدانين بهذه الجريمة، ومثل ما تفضلت انتشروا في أكثر من بلد، وأضحى الأمر أكثر تعقيدا لأن الجريمة انتشرت مساحتها، مساحة تأثيرها أولا وعدد الشهداء، وكذلك مساحة انتشار المجرمين. أنا حسب معلوماتي المعلومات الدقيقة أن القضاء العراقي والخارجية العراقية والقوات الأمنية باعتبارهم هم جزء من قواتنا الأمنية البطلة، الجميع حقا والحج الشعبي باعتباره هو حقا التزم ورعى هذه العملية من بدايتها، الجميع الآن في بصدد تشخيص المجرمين وكذلك إعادتهم إلى العراق لغرض المحاكمة العادلة.
طيب يعني هنالك ايضا طلبات نيابيه قدمت من لجنه الشهداء لتدويل القضيه وملاحقه الفارين بما يلزم الزاما قاطعا لجميع الحكومات المتعاقبه على او حكومات الدول الاخرى على تسليم المطلوبين. ما يحتاج قانون، القانون العراقي واضح. المجرم يتابع حتى ينال جزاءه. مع ذلك يعني اخواننا في مجلس النواب جزاهم الله خير الجزاء ما قصروا في اكثر من موقع وفي اكثر من حاله، حضروا حضورا فاعلا. بالتاكيد كل هذا دلاله على ان الشعب العراقي وحكومه العراق ونواب العراق وجيشنا البطل اللي ينتموا له الاخوه الشهداء الجميع والحج الشعبي الجميع الآن هم في مقدمة اهتماماتهم هو ملف الشهداء سبايكر. أكيد تحتاج إلى وقت، نحتاج إلى الآن جرائم الحرب العالمية الثانية لحد الآن بعض المطلوبين لم يلقى القبض عليهم. هذه الجرائم حقا جرائم دولية وتكون معقدة ومتابعتها وحسم ملفاتها أمر يعني يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر. وبكل الحالات هم إحنا نحتسبهم شهداء عند الله، درجتهم الرفيعة ودفاعهم عن وطنهم وبسالتهم وشجاعتهم هي واضحة. يعني تشخيص القاتل وتشخيص المجرم أظن يعني في نهاية المطاف يجب أن يتم وإن طال الزمن. مواصلة إحياء هذه الذكرى حاج أبو علي، نتحدث عن الرسائل اللي يبعثها هذا الاحتفال سواء للداخل أو الخارج أيضا بأن داعش ارتكب جريمة كبرى ولابد من استمرار التحقيق الأممي، ولا ننسى أيضا دور الحواضن التي تحدثت عنها في بداية حديثك. حقيقة هذا اهتمام أمة العراق وشعب العراق وجيش العراق وحشد العراق وحكومة العراق قضاء العراق وزارة الخارجية العراقية، اهتمامهم بهذا الملف دلالة على شعورهم بالمسؤولية تجاه هؤلاء الشهداء الأبرار. أكيد الحواضن وأكيد الأبواق ومن شجعهم ومن دعا إلى هذه الجريمة، كل من ساهم بطريق أو بآخر، من هيئ الأجواء لهذه الجريمة، كلهم مدانون وكلهم متابعون من قبل القضاء العراقي والقضاء الدولي. وكما أسلفت أكثر من خبير ومتخصص، يعني أنا شخصا تواصلت ويا بهالصدد، قال هذه الجرائم حقيقة من الجرائم الدولية المعقدة اللي متابعتها تستغرق وقت وتحتاج إلى إمكانات خاصة وإلى جهد خاص. ومثل ما تعرفون إحنا بعد شهادتهم مباشرة انشغلنا في ملف شائك هو ملف محاربة الإرهاب. كل دولة العراق وإمكانات العراق وكل ما لدينا وجه باتجاه تحرير العراق والدفاع عن المقدسات. أكيد واحد من المؤثرات الكبرى اللي أثرت على سير التحقيق وعلى تأخر القصاص من المجرمين هو أن بعد شهادتهم استمرت الأحداث إلى أن انتهت الصفحة العسكرية. أكيد الآن بدأنا من جديد، وأتوقع وكل أمل أن ينال المجرمين جزاءهم وينال كذلك أهالي الضحايا حقوقهم المشروعة. هذا الملف مهم جدا يعني بالتوازي مع التحقيق ومتابعة ملف المجرمين ويعني إجراء القصاص العادل بحقهم. هنالك تأكيد على أهمية أن يحظى عوائل الشهداء بحقوقهم التقاعدية، أين وصل هذا الملف في مؤسسة الشهداء؟ يعني حسب علمي أن هم احتسبوا شهداء وإن شاء الله كذلك، واحتسبوا شهداء وعوائلهم احتسبت عوائل شهداء وحقوقهم حالهم حال اللي استشهد في دفاع عن العراق أثناء الحرب وقبل الحرب، ولا زال جيشنا وحشدنا وشرطتنا وكل أجهزة الأمنية تقدم الضحايا من أجل العراق. أكيد يعني حصلوا ولكن لم يحصلوا كبقية شهدائنا. الحقيقة اللي يضحي بنفسه ما يمكن مجازاته في هذه الدنيا.
ولكن الممكن يقدم لهم من رعاية، من اهتمام، من حقوق أولية للشهيد. أنا حسب علمي هم احتسبوا وعولجت أضابيرهم على أنهم شهداء دافعوا عن أنفسهم، يعني مثل بقية القوات المسلحة. طيب، من الضروري أيضا الاهتمام بمواقع القصور الرئاسية اللي كانت مسرح للجريمة وتحويلها إلى محطة استذكار وشاهد على جرائم بقايا البعث. لجنة تخليد مجزرة سبايكر والحشد الشعبي لربما هو المعني الرئيس بهذا الملف، كيف يتم يعني تحقيق هذا المقصد؟ الحشد الشعبي حقيقة من اليوم الأول للجريمة وجه يعني جهدا كبيرا، و يعني حضرنا جميعا في موقع الجريمة وتابعنا ووضعنا خطط طويلة الأمد أن تبقى هذه الجريمة يعني محفورة في ذاكرة العراقيين لئلا تتكرر. الحشد الشعبي لا يستهدف أحدا ولا يستهدف جهة ولا يستهدف منطقة، إنما كل ما نستهدفه هو الإرهاب وعدم تكرار هذه الجريمة. لذلك صب جهدا كبيرا واهتم بهذا الملف ولا زال. أكيد هذه يعني هذا مشروع أمة، يعني هذا ليس مشروع الحشد فقط، هذا مشروع الجيش ومشروع القوات المسلحة والحكومة وكل مؤلفات يعني المؤلفات المجتمع العراقي عليه أن يهتم بهذا الملف. اعتذار من منا لشهدائنا أولا، وهم جديرين بهذا الاعتزاز وهذا الإكرام، وثانيا لئلا تتكرر هذه الجريمة ثانية. الحشد الشعبي سخر بعض من قواته للاهتمام بالمنطقة وكذلك الحفاظ على معالم الجريمة، وحسب يعني علم القريب وحضور الميداني أن الأمر كذلك مهتم به، ولكن يحتاج إلى أكثر اهتمام من الحكومة ومن القضاء ومن الحكومة المحلية في صلاح الدين كذلك، ما قصروا، ولكن نريد اهتمام أكثر للحفاظ على دماء أبنائنا، دماء أبناء صلاح الدين وبغداد والموصل والسماوة والديوانية وكل أبنائنا، أبناء العراق كلهم دماءهم غالية. الاهتمام بهم ما يعني أننا نستهدف منطقة معينة أو جهة معينة أبدا، بل هم مظلومين مثلنا وعوملوا من الدواعش ومن الإرهابيين ومن هؤلاء التكفيريين مثل ما عوملنا. وتكريت يعني أهالي تكريت غير مسؤولين عن هذه الجريمة، زمرة عصابة نفر ضال هو من قام بهذا العمل. أهالي تكريت وأهالي صلاح الدين وكل أهلنا في المنطقة هم بريئين وما ينتمون لهم، ولا اللي قاموا بالعمل هذا الإجرام ينتمون لهم أبدا، ولكن يجب أن نحافظ على يعني خلينا نقول هذه الذاكرة في يعني ضمير الأمة، حتى نحافظ على يعني مجتمعنا من أن يقع ثانية فريسة لهؤلاء وأمثالهم من المجرمين. أشكرك شكرا جزيلا حاج أبو علي الكوفي القيادي في الحشد الشعبي، أثريت الحوار في هذا الملف، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.